بدأ العمل على محطة الطاقة النووية في عام 1970 في عهد الاتحاد السوفيتي، وكانت أول محطة نووية في الدولة، وتعتبر مصدر قوة كبير لها، إذ أن كيلو واحد فقط من اليورانيوم ينتج طاقة ما يعادل 3 مليون كيلو من الفحم. اختير موقعها ليكون بمكان معزول وآمن، وبنفس الوقت قريبا نسبيا من العاصمة الأوكرانية كييف لسرعة الدعم وغيره. كان المكان يبعد 15 كيلومترا شمال غرب مدينة صغيرة تسمى تشيرنوبيل، ومن هنا أخذت المحطة اسمها. لاستيعاب مدى ضخامة المشروع، تم بناء مدينة كاملة من الصفر تبعد 3 كيلو عن المحطة، لأجل إسكان 50,000 شخص ما بين عامل ومشرف وبناء وعائلاتهم. سميت تلك المدينة ببريبيات. ولإغراء العاملين بالسكن في هذه المدينة المعزولة عن العالم، تم بناؤها على أعلى المقاييس وأفضل سبل الراحة التي قد لا تتوفر في العديد من مدن الاتحاد السوفيتي. فعلى سبيل المثال، كان هناك معهد تقني و35 حديقة وملعبان كبيران وسوق ضخم و3 مسابح وغيرها. العمل كان مستمرا على مدار السنة وبلا توقف. هناك 4 وحدات في المحطة، كل وحدة بها مفاعل واحد. تم الانتهاء من الأولى في عام 1977، وانتهى بانتهاء الوحدة الرابعة بعام 1983. بعد الانتهاء من المشروع بالكامل، كانت وسائل السلامة على أعلى المستويات، وإذا أراد شخص أن يدخل أو يخرج من الوحدات، كان عليه لزاماً أن يمر من خلال هذه الأجهزة الكاشفة عن الإشعاعات، وهي ما زالت تستعمل حتى يومنا هذا بالموقع. هذه صورة لغرفة تحكم، كل مفاعل تتحكم به وحدة تحكم مثلها. يوجد هناك 4 وحدات تحكم في المحطة. سأشرح لكم باختصار كيف تنتج الطاقة من المفاعل النووي. القضبان هذه تحتوي يورانيوم، وحول القضبان يتواجد الماء البارد. انشطارات اليورانيوم تسخن الماء وينتج بخار. البخار هو من يحرك المحركات لإنتاج الطاقة. الطاقة يذهب جزء منها لتشغيل مدينة كييف، والجزء الآخر لتشغيل المحطة نفسها. في منتصف الليل من 26 أبريل عام 1986، كانت هناك اختبارات سلامة تجريبية لتختبر ما إذا كان المفاعل يستطيع أن يشغل نفسه أوتوماتيكيا، ولكن كان أغلب المتواجدين من ذوي الخبرة القليلة وصغار بالسن. هذا الشخص أخطأ حينما كان يحاول أن ينقل التحكم من اليدوي إلى الأوتوماتيكي، مما جعل من مضخات الماء تتوقف عن ضخ الماء البارد للمفاعل، ومن ثم بدأت درجة حرارة اليورانيوم بالارتفاع. الإجراء الوقائي كان من المفترض أن يغلق المفاعل بالكامل، لكن لسوء حظ البشرية، المشرف على اختبار السلامة تلك الليلة رفض الإغلاق وطالب بالاستمرار. درجة حرارة المفاعل استمرت بالارتفاع، ومع عدم وجود ماء بارد حدثت الكارثة. في الساعة 1:30 من صباح يوم 26 أبريل عام 1986، حصلت أكبر كارثة نووية في العالم. هذه تعتبر أول صورة أخذت بعد الانفجار. قامت جريدة الجارديانز بمقابلة مع أحد المهندسين عام 2004. شعرت بضربة ثقيلة، جدران الغرفة السميكة انحنت كأنها مطاط. شعرت بأن الحرب اندلعت، البخار ملأ الجو والتف حول كل المبنى. كان المكان مظلما، وكانت هناك ضوضاء مرعبة، ولم يكن هناك أسقف. فرقة المفاعل النووي الخاصة للطوارئ توزعوا لمحاولة إطفاء النيران. الانفجار سبب نيرانا كثيرة في كل مكان، مما هدد بتفجير وحدة أخرى. تلك الأرواح الشجاعة تسلقت الأسطح للمفاعل وحاربوا النيران لساعات متواصلة، حينما كانت الإشاعات تدمر أجسادهم. العالم بقي مغيبا عن هذا الانفجار، ولم يعلم إلا في يوم 28 أبريل، أي بعد الانفجار بيومين. والسبب هو أن أحد علماء السويد عندما دخل إلى مختبره لاحظ مقياس الإشعاع النووي مرتفعا جدا. السويد تبعد 1000 كيلومتر عن المفاعل. استغلت الصحف العالمية هذه الفرصة للنكاية بالاتحاد السوفيتي، وكتبت بالخط العريض على الصفحات الأولى لجرائدها: 2000 شخص ماتوا في رعب نووي، في حين أنه لم يمت إلا 2 فقط وقت نشر هذه الجرائد. نرجع الآن للحادثة. كان قلقهم الأكبر هو أن المفاعل لا يزال مستمرا في الانشطار، وهذا
يمكن أن يحدث انفجارا أكبر وأكثر جدية. اقترح عليهم أحد المسؤولين أن ترمى أطنان من الرمل والبورون باستعمال الطائرات على المفاعل لمحاولة إخماده وجعله يستقر. تم رمي 150 طن فوق المفاعل، ولكن لم يكن هنالك أي تأثير. وفي اليوم التالي تم رمي 300 طن، وفي اليوم الثالث تم رمي 750 طن، وفي اليوم الرابع قاموا برمي 1500 طن، وأخيرا نجحت الفكرة وتخلصوا من تهديد المفاعل النشط. بعد الانتهاء من تهديد المفاعل والتخلص من هذه المشكلة، قاموا بإحضار عمال مناجم لحفر نفق بطول 150 مترا تحت المفاعل لمحاولة تركيب جهاز تبريد ضخم أسفله لتبريده. ولكن المبنى لن يتحمل استخدام الشاحنات والآلات الثقيلة لأن الأساسات أصبحت ضعيفة بعد الحادثة، فاضطروا إلى استخدام أيديهم للحفر. قاموا بالحفر بأيديهم يوميا 24 ساعة بدون راحة، ونجحوا في خلال شهر واحد. الكثير من عمال المناجم ماتوا بعد فترة من الانتهاء نتيجة التعرض للإشعاعات المميتة. وفي النهاية جهاز التبريد لم يتم تركيبه ولم يستعمل النفق لأن نواة المفاعل بردت من نفسها. سكان مدينة بريبيات لم يعلموا بالانفجار ومدى قوته. كانوا يعلمون أن هنالك حادث حدث هناك، لكن لم يعلموا قوته. لمنع الهلع لم تعطى معلومات للسكان. بعد 36 ساعة من الانفجار تم إجلاء السكان. هذه صور للمدينة بعد الإجلاء. بعد انفجار المفاعل، الآلاف من قطع الجرافيت انتشرت من الوحدة الرابعة إلى أسطح الوحدة الثالثة والرابعة. وجب عليهم التخلص منها، ولكن كمية الإشعاعات التي كانت فوق الأسطح الضعيفة التي لا تتحمل وزن الشاحنات الضخمة أعلى بكثير من أن يتحملها الإنسان. الحل كان أن يستعملوا آلات ذات تحكم عن بعد مستوردة من ألمانيا واليابان ومن الاتحاد السوفيتي نفسه للتخلص من القطع المشعة عبر دفعها ببطء وإسقاطها. تضمن ذلك مركبة STR-1 التجريبية خفيفة الوزن التي صنعها برنامج الاتحاد السوفيتي الفضائي، صنعت أساسا للمشي على القمر. كتب أحد المراسلين: في البداية ظننا أنه في المناطق المشعة القاتلة أن الحل هو استعمال الروبوتات، وبالفعل قمنا بإرسال واحد، ولكنه رفض أن يطيع الأوامر، وبعد دقائق تدحرج إلى حافة السطح ورمى نفسه من أعلى البناية، والبعض قد يقول إنه قفز بإرادته. لم يكن هنالك حل آخر. الرجال سيعملون في منطقة مشعة حتى أكثر الروبوتات تطورا ماتت فيها. مرتدين ملابسا مخيطة يدويا ومدرعة بالرصاص، حمايتهم الوحيدة من الإشعاعات كانت فقط هذا الدرع المكون من الرصاص. هؤلاء الرجال أطلقوا على أنفسهم الروبوتات الحية. بعدما أجرى العلماء العمليات الحسابية، أدركوا أن العامل الواحد يستطيع أن يعمل على السطح من 40 إلى 60 ثانية قبل أن يتعرض لجرعة قاتلة من الإشعاعات. في الصباح، رجال خائفين من جميع الأجناس يركضون لمحاولة تغطية السطح، يكنسون 50 كيلوغرام من الركام وبعدها يركضون إلى الداخل. فقط 10% من الركام قامت الروبوتات بالتخلص منه، و90% الباقية أنجزت بعمل 5000 رجل. وعندما يحصل العامل على جرعته الكافية من الإشعاع يرسل إلى بيته. ولتضحياتهم حصلوا على علاوة 75 دولار لكل واحد منهم، لأنهم مهدوا الطريق لبناء كفن عملاق يلتف حول الوحدة الرابعة ويعزلها عن العالم. كان من أصعب وأكبر الأعمال الهندسية في هذا العصر. نأتي الآن للجزء البشع من عملية التطهير. بعثت بعثات صيد في أرجاء المدن المجاورة المتعرضة للإشعاع ليقوموا بقتل جميع الحيوانات الأليفة المنزلية التي تعرضت للإشعاع. كان من الواجب قتلهم لمنع انتشار الإشعاعات وليخلصوا الحيوانات من الموت البطيء المؤلم. تحدث القائد لبعثات الصيد عن الحالات التي واجهتهم أثناء العملية قائلا: في البداية عندما وصلنا إلى المدينة الكلاب كانت تجري حول المنازل وكانت تقوم بحمايتها، ينتظرون عودة البشر إلى منازلهم. كانوا سعيدين لرؤيتنا وقاموا بالركض نحو أصواتنا. قمنا بإطلاق النار عليهم في المنازل والمزارع والحدائق، وقمنا بجرهم نحو الطريق لتحميلهم في شاحنات القمامة. لم يكن الأمر جميلا. الحيوانات لم تفهم لماذا قمنا بإطلاق النار عليها، لم يفهموا لماذا قمنا بقتلهم،
كان قتلهم شديد السهولة، إنها حيوانات أليفة لم تخف من الأسلحة أو البشر. تم الانتهاء من عزل الوحدة الرابعة تماماً. رجال الإطفاء الذين حاربوا الإشعاع في البداية كانوا يموتون واحداً تلو الآخر. لم يستطيعوا التحمل، وبعضهم تشوه بعض جسمه أو جسمه بالكامل. باختصار، لم يعودوا كما كانوا من قبل. يقدر عدد الذين ماتوا في الساعات الأولى فقط من الانفجار بثلاثين رجل وامرأة واحدة. كفنوا في توابيت من الزنك مؤصدة لكي لا يخرج الإشعاع وهم مدفونين في باطن الأرض. صور من عملية التطهير، والتي اشتملت على تغيير كافة التراب المشع الموجود بالمدينة، دفن السيارات، غسل جميع الأبنية وغيرها. ورجعل العملية أسوأ، في كل مرة تمطر السماء على مدى 100 كيلو من المحطة كان عليهم تعقيم المنطقة مجددا، لأن السحب كانت تحمل إشعاعات. بنهاية عام 1986 أكثر من 600 قرية ومدينة تم تطهيرها. وهكذا تم الانتهاء من عملية التطهير، وتم عزل تشيرنوبيل من العالم تماما. في عام 1987 اتجهت أنظار العالم لمعرفة من هو المتسبب في الانفجار. اتضح لاحقا أن تصميم المفاعل من الأساس كان غير آمن كفاية. 6 أشخاص ذهبوا للمحاكمة، من ضمنهم المشرف الذي رفض إيقاف الاختبار. في النهاية جميعهم وجدوا مذنبين وأرسلوا إلى السجن. جميع الآلات التي استخدمت للتطهير تم هجرها ولم تستعمل مرة أخرى، وفي النهاية تم دفنها في الأرض. في عام 1997 تم التخطيط من قبل 46 دولة ومنظمة لعزل الوحدة الرابعة تماما من العالم. بميزانية تقدر ب 2 مليار دولار تم البدء في المشروع في عام 2011. بطول بلغ 165 مترا وعرض 250 متر وبوزن 30 ألف طن تم بناء هذا المبنى الضخم لتغطية الوحدة الرابعة. يقدر بأنها سوف تحمي البشر من الإشعاعات لمدة 100 سنة، وبهذا الوقت سيتم القضاء على الإشعاعات من الداخل إلى الأبد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وانتظروا كل ما هو ممتع ومتنوع، وشكرا للمتابعة.